إنهم نوادي الدراجات النارية الأمريكية موتوسايكل كلابس. حياتهم مليئة بركوب الدراجات النارية، الجرائم والنساء، المخدرات والسجون، المعارك وإطلاق النار مع المنافسين من العصابات الأخرى. كل هذه الفضائع تحت شعار واسم النادي الذي يعتبر نشاطا قانونيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وزارة العدل هناك تعتبرهم جزءا من الجريمة المنظمة، وبعض هذه النوادي اتسع بشكل كبير وأصبح ينشط في عدد من دول العالم، ويستعمل جل أعضاء هذه النوادي دراجات هارلي ديفيدسون النارية باعتبارها العلامة التجارية الأكثر تمثيلا لهم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون ثقافة فرعية كاملة تعود جذورها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث أن لديهم قوانينهم الخاصة ويخضعون لتسلسل هرمي وديمقراطي صارم داخل النادي. مرحبا بكم في قناة العربي، واليوم سنسلط الضوء على نوادي الدراجات النارية الأمريكية الخارجة عن القانون، وسنتعرف على قوانينهم، أنشطتهم، وكيف هو تعامل الحكومة والشرطة الأمريكية مع هؤلاء الدراجين. وقبل أن نبدأ الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس لتصلك آخر مقاطعنا لحظة نشرها، وإذا أعجبك المحتوى اضغط على زر لايك لتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله. يعتبر راكب الدراجة النارية حصانه الفولاذي أكثر من مجرد دراجة، بحيث أن كونك راكب دراجة نارية هو فلسفة تحدد قيمة الراكب وحياته وأولوياته، وتستند هذه الفلسفة على مبادئ الحرية، الشرف، الولاء، الفرضية. نوادي الدراجات النارية سرعان ما ظهرت في جميع أنحاء أمريكا بعد أن أصبح امتلاك دراجة نارية في متناول الناس إلى حد ما، وسرعان ما اكتسبت شعبية بين الناس مع بداية 1885، بحيث كان أغلبية أفراد هذه النوادي من الطبقات الدنيا للمجتمع. ومن أوائل نوادي الدراجات النارية المعروفة أنذاك كانت يونكرز ام سي، سان فرانسيسكو ام سي، أوكلاند ام سي. ثقافة الدراجات النارية بحد ذاتها ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية في النصف الثاني من الأربعينيات، والمتداول هو أن مؤسسي هذه الثقافة هم طيارون أمريكيون من سرب 1940 الذين عادوا إلى ديارهم بعد الحرب ولم يتمكنوا من العثور على مكانهم في الحياة. وفي محاولة لإضفاء قيمة لحياتهم قاموا بتأسيس نادي للدراجات النارية والذي تم تسميته بهيلز أنجلز، والترجمة الحرفية لهذه التسمية باللغة العربية هي ملائكة الجحيم. وهذا النادي لا يزال إلى حد اليوم يعتبر أكبر نادي للدراجات النارية بالعالم، ولديه فروع في أزيد من 11 دولة، وبأعضاء يزيد عددهم عن 2000 عضو، حتى أن وزارة العدل الأمريكية واليوروبول تعتبرانه نقابة للجريمة المنظمة بسبب أعمالهم الخارج عن القانون الذين اكتسبوا بها السمعة السيئة للغاية. وعلى غرار هذا النادي تم إنشاء العديد من النوادي المماثلة، كنادي مونغولز مثلا أو نادي المغول باللغة العربية، والذي أنشئ هو الآخر على خلفية حرب الفيتنام.
والذي يحمل عداوة تجاه نادي ملائكة الجحيم التي سنتطرق لأسبابها في هذا الفيديو. ويقع مقر المغول في كاليفورنيا، ويتمتع أعضاؤه بتاريخ طويل من تجارة المخدرات وغسيل الأموال، السرقة والابتزاز، تهريب الأسلحة، القتل وجرائم أخرى، بحيث ينفي محامو هذا النادي أن يكون مشروعا إجراميا. وكما سمعتم فإن معظم هذه النوادي يمتلكون محاميين خاصين بهم ويدافعون عنهم في شتى القضايا ويساعدونهم في إبقاء النادي نظيف وخارج عن الشبهات. هؤلاء النوادي يطلقون على أنفسهم لقب 1% أو بالإنجليزية 1%، وهذا الرمز يشير إلى تميزهم عن النوادي الأخرى ويدل على أنهم 1% فقط من الخارجين عن القانون، أي أن لديهم قوانينهم الخاصة، وأن 99% هم نوادي تلتزم بالقانون. هذه النوادي ألهمت هوليوود نفسها والعديد من صناع الأفلام لكي يطرحوا سلسلة من الأفلام والمسلسلات حول راكبي الدراجات النارية هؤلاء في العديد من الأعمال، منها موتور بسايكو، The Wild Angels، Sons of Anarchy، Mayans MC، والعديد من الأفلام التي ستجدونها أيضا في صندوق الوصف لمن هو مهتم بمشاهدة أحد هذه الأفلام والتعرف أكثر على هذه الثقافة. نوادي الدراجات النارية لديهم تسلسل هرمي وديمقراطي صارم، وكل عضو لديه حقوق كاملة ومتساوية، وتنحاز نوادي الدراجات النارية الأمريكية بشكل واضح تجاه الهياكل العسكرية، بحيث يوجد تمييز واضح بين الضباط والجنود، وربما يرجع ذلك إلى أن قدماء المحاربين شكلوا العمود الفقري لهذه النوادي عندما ظهرت لأول مرة كما ذكرنا سابقا مع عصابتي المغول وملائكة الجحيم. إليكم أهم الرتب في هذه النوادي. الرئيس The President، وغالبا يكون من الأعضاء المؤسسين، وهو يمتلك جميع البطاقات عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات وتحديد اتجاه النادي وتجنيد أعضائه. نائب الرئيس الVP هو اليد اليمنى للرئيس الذي يدعمه في قراراته، وهو الذي يقوم بالتنسيق مع باقي فروع النادي. المنفذ هو الذي يقوم بأعمال العنف تحت اسم النادي في حالة عدم انصياع أحدهم، وهو الشخص الذي لا يرغب أحدهم بلقائه وتكون له مكانة عالية في النادي. المستجد The Prospect يعتبر عضو في طريقه لكي يصبح حامل لرقعة أو شارة كاملة Full Patch، أو بمعنى أدق في طريقه ليصبح كامل العضوية في النادي، وذلك بعد عملية طويلة ومتدرجة تستمر عادة عاما أو عامين قبل أن يتم التصويت على العضو المحتمل بالإجماع من طرف أعضاء النادي لكي يصبح عضو كامل وله الحق في التصويت، ويقع على عاتقه مستقبل النادي وسمعته. إضافة إلى هذا فإن هذه النوادي تقوم بحظر المتحرشين بالأطفال والأشخاص الذين تقدموا بطلبات ليصبحوا شرطة أو ضباط سجن، ويحظر أيضا استعمال المخدرات عن طريق الحقن بين أعضاء النادي، كما أن غالبية النوادي لا تمنح العضوية الكاملة للمرأة. كل هذه القواعد تساهم في صمود النادي على المدى الطويل. يؤكد الأعضاء على أن نواديهم عبارة عن مجرد مجموعة من عشاق الدراجات النارية الذين انضموا للركوب معا لتنظيم الحفلات والأحداث الاجتماعية وجمع التبرعات، وأن أي جرائم فهي تقع على عاتق الأشخاص الذين نفذوها وليس النادي ككل. ولكن من جهة أخرى فإن تجارة المخدرات، تهريب السلاح، السرقة والابتزاز وأعمال غير شرعية أخرى يربح منها أعضاء النوادي ملايين الدولارات في أمريكا. إنهم يعتبرون أنفسهم نوادي للدراجات النارية فقط وليس عصابات إجرامية، وأعدادهم في تزايد مستمر. وكن متأكدا صديقي أنك ستواجه مشاكل كبيرة مع هؤلاء النوادي إذا ما نعتهم بالعصابات. بالتالي فإن النادي يبقى واجهة محترمة لأعمال أعضائه الغير قانونية،
وهذا يفسر توفرهم على محامي خاص بهم وجراء الأعمال غير القانونية التي تقوم بها هذه النوادي والتي تدير عليهم ملايين الدولارات. يكون هناك تضارب للمصالح فيما بينهم أو أن عصابنا تقوم بالتعدي على منطقة عصابة أخرى. إن المشاكل ستحصل لا محالة، وتتطور هذه المشاكل في بعض الأحيان لتصبح حرب عصابات يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص، وفي بعض الأحيان فإن الحرب تندلع بين النوادي بسبب عداوة قديمة أو خصام قديم بينهم. لا تنتظر من أعضاء النوادي أن يتصلوا بالشرطة لأن ذلك يعتبر وصمة عار بالنسبة لهم، بالتالي فإن مشاكلهم تحل بينهم بالعنف. عصابة ملائكة الجحيم وعصابة المغول على سبيل المثال كان ولا زال في نزاع ترجع جذوره إلى سبعينيات القرن الماضي كما وسبق أن ذكرنا، ويعزى هذا النزاع إلى خلافات كانت بين الأعضاء المؤسسين الأوائل. ويشاع أن أحد أعضاء نادي ملائكة الجحيم قام باغتصاب زوجة رئيس عصابة المغول سنة 1974. هذا الأخير الذي انتقم بقتل عدة أفراد من العصابة لكي تتوالى عمليات القتل والاعتداء بين الطرفين منذ ذلك الحين. سنة 2002 ليلة حمراء تصادف فيها نزول أعضاء نادي ملائكة الجحيم في فندق في نيفادا الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الليلة كان أعضاء المغول هم الآخرون في فندق مجاور اسمه هاريس، ونتحدث هنا على أزيد من 300 عضو من كل نادي. هذا الحدث استنفر جميع مراكز الشرطة بالمدينة حتى أن الضابط المسؤول عن الأمن هناك طلب تعزيزات أمنية في صفوف رجال الشرطة لأنه يعرف خطورة الموقف ويعرف أن نزاع بسيط أو مشادة كلامية بين أحد أعضاء الناديين يمكن أن تتسبب في خسائر في الأرواح. وللأسف حصل ما كان يخشاه الضابط حينما دخل بعض أعضاء ملائكة الجحيم إلى فندق المغول الذين كانوا يقيمون حفلا هناك، وبدأوا بالتسكع بدون أي احترام. وبدأ كل شيء عندما قام أحدهم بركل أحد الأعضاء لكي تعم الفوضى ويختلط الحابل بالنابل. هرع أفراد الشرطة إلى مكان الحادث وطوقوا المكان للتحكم في زمام الأمور هناك لكي يتفاجأوا بحجم الفوضى والقتلى والجرحى. تم حجز أزيد من 270 سكينا في تلك الليلة و50 سلاح ناري. قتل شخصان في صفوف عصابة ملائكة الجحيم جراء إطلاق النار، وقتل شخص آخر في صفوف عصابة المغول جراء الطعن. 12 جريحا في المستشفى و38 عضوا من أعضاء العصابتين تم القبض عليه للاستجواب، ولاحقا تم العثور على جثة لأحد أعضاء عصابة ملائكة الجحيم مرمية على جانب الطريق. وهذا يبين حجم الخسائر التي يمكن تكبدها في مثل هذه النزاعات التي تهدد سلامة المواطنين العاديين. بل أكثر من هذا فإنهم في بعض الأحيان يلجؤون للمتفجرات والديناميت لتصفية حساباتهم، ولك حينئذ أن تتخيل حجم الخسائر. وبسبب التهديدات الأمنية الكبيرة سواء المباشرة كحوادث إطلاق النار والقتل أو غير المباشرة كالتجارة في المخدرات وغسل الأموال، تجد الشرطة الأمريكية نفسها في خضم تحدي حقيقي. بالتالي فالشرطة كذلك تقوم بتضييق الخناق على هذه النوادي بوضع الكمائن في الطرقات وإلقاء القبض على المشتبه بهم، حتى أنهم أصبحوا يدسون أعضاء مزيفين داخل العصابة يطلعونهم على آخر مستجداتها. وبالفعل فهي مهمة خطيرة
قد تستغرق من العميل السري 2 إلى 3 سنوات لكي يكتسب ثقة النادي. وفي بعض الأحيان يتم الاستعانة بفرق التدخل الخاصة لمداهمة مقرات النوادي أو منازل المشتبه بهم، كل هذا لكي يطيحوا بهاته النوادي ويحدوا من نشاطاتهم. الأمر المدهش حول راكبي الدراجات النارية هؤلاء هو ولاؤهم للنادي، وكل من يتم القبض عليه غالبا ما يتحمل جميع المسؤولية ولا يدلي بأي أقوال للشرطة، الشيء الذي يبين مدى تعاونهم مع بعضهم البعض. نوادي الدراجات النارية الأمريكية تربطهم علاقة أخوة وطيدة ويضعون النادي في أولى أولوياتهم، وإذا وقع أحدهم في مشكل يهرعون لمساعدته جميعا وللاحترام مكانة خاصة بينهم. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، وإذا كنت من محبي الدراجات النارية وتريد التعرف أكثر على هذه الثقافة أنصحك وبشدة بمشاهدة سلسلة أبناء الفوضى Sons of Anarchy والذي سأضعه لكم في صندوق الوصف، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإذا أعجبك المحتوى انشر هذا الفيديو مع أصدقائك واضغط على زر لايك لتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.